سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مهز عليكم الامور على خير. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. الصراحه الوصفه بديتها وحتى بديتها وقلت علاش لما نشاركهاش مع المتتبعات ديالي. اليوم خصكم هادشي يضربوا بواحد التحميمه وواحد الحكه والفركايه البنات، ما نقول لكمش. الصابون البندي والحنه وراكم عارفين راكم تما ياك، خاص هاد البنات والله الا كاين اللي كيقول لك لا واه الصابون دوشو غير في الدار، والله ما كاين احسن من الحمام. كيفتح المسام كاين في السدات كيحيد عليك ديك ريحه الحماض وداكشي. وفي نفس الوقت قلت غادي ندير واحد الماسك اللي هو ماسك وصبغه، كندير صبغه طبيعيه للشعر كتعطي واحد اللون بني غزاله البنات. قلت غادي نديرها لشعري وحتى خلطتها وداك الشيء، وعاد قلت علاش لي ما نشاركش مع المتتبعات ديالي. هي ها هي دي، انا غنعطيكم المكونات، ثقوا بيا البنات راني غنديرها دابا نيت على شعري. والمكونات ديالها ما تخافوش منها، شوفوا يدي باقا فيها الكاكاو، المكونات ديالها ما تخافوش منها، يعني مكونات عاديه وطبيعيه وماشي مضره. اول حاجه غنبداو بها هي جوج معلقات كبار ديال الكاكاو المر اللي كنستعملوه في الحلويات. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان نسكافي. عندنا جوج ديال البيضات، البيض على حسب طول الشعر، كاين اللي شعره قصير بزاف ديال غير بيضه، البيضات كاملين جوج. عندنا جوج معلقات كبار ديال الزيت البلديه، سمحوا لي يدي البنات اللي خلطتها عاد دابا، شوفوا يدي كي دايرين. وعندنا جوج معلقات كبار ديال زيت الكوك، انا ما غاديش نعاود نخلطها البنات لانه انا ديجا خلطتها هنا. غديروا البيض غادي تضربوه مزيان مع الزويتات بجوج، جوج معالق كبار زيت الكوكو غزال هاد الزيت البنات. دابا نشارك معكم وصفات ديالو، راه رخيص وكيدوز وغزال غزال 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 بالنسبه للناس، بالخصوص الناس اللي كيديروا ليه ماش واللي شعرهم ناشف، وهذا راه غزال ما نقول لكمش. نبقاو نعاود لكم المقادير باش ما تلفوش البنات. جوج معلقات ديال الكاكاو، معلقه كبيره ديال القهوه نسكافي، جوج معلقات ديال زيت البلديه، جوج معلقات ديال زيت الكوكو، وجوج ديال البيضات اولا على حسب الطول ديال الشعر البيض. غتخلطوا هاد المكونات كاملين، غتحصلوا على هاد الصبغه هادي. انا راه غنطبقها دابا على شعري، ما كندير الدره البنات وما كنوريتكم كيفاش غادي نديرها على شعري. غنمشي دابا غادي نديرها على شعري. دابا البنات نشوف الساعه شحال، دابا 12:30. انا غادي نمشي للحمام مورا الغدا ان شاء الله، يعني ماشي مشكل ماشي مضره شحال ما خليتوها في الشعر. شعري البنات انا ما كتبغيش تقلط لي فيه الصباغه دغيا، يعني غنخليها من دابا حتى نمشي للحمام. اللي ديجا الشعر ديالو مصبوغ اولا الشعر ديالو فاتح يخليها ساعتين في المكانه، يدير لها بوني ديال البلاستيك اولا غير. انا غندير غير البلاستيكه هذه، ما عنديش صراحه البنات البوني ديال البلاستيك، وصافي. وغادي نخليها في شعري وغادي نمشي نغسلها ان شاء الله بحول الله. غنحاول نشوف نصور لكم الشعر قبل وبعد ونشوف كي غادي، غنحاول وصافي ما نكرهش، ما كنبغيش نوري شعري، وليني غادي نشوف كيفاش باش تثقوا البنات. ثقوا وجربوها البنات، راها وصفه مجربه وغزاله مفيده مغذيه وما تخافوش منها. كنتمنى هاد الوصفه الخفيفه الظريفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، وغادي تعطيكم لوين زوين. تحاولوا ما امكن البنات تبتعدوا على دوك الصبغات الكيماويه مضرين بالشعر وبالجلد البنات، وعندهم عواقب على الصحه ما كتبانش دابا، يعني كدوز واحد المده عاد كتبدا تبان حساسيات وسرطانات، وهذا من الاحسن لنا نبعد من هذا كل الصبغه الكيماويه البنات. الوصفه ديال اليوم سمحوا لي البنات راه حتى خلطتها عاد فكرتكم صراحه، وليت كنبغي نشارك معكم كل شيء. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. يلا نخليكم على خير، متنساوش ديما تضغطوا على زر الاشتراك بالنسبه لي ما عمرو دخل عندي واللي معايا ديما راه عارف شنو كيدير. يلا البنات ما نطولش عليكم، يلا بقى داري مرونه وعاد فقت البنات وحالتي حاله غنمشي نجمعها. يلا باي باي عليكم البنات، تبقاو على خير.